نقرأ فقرة فنانة اليوم مع نورهان بكار. فنانة اليوم نورهان العسل. فنانتك اليوم هي أصالة. أصالة يلا. أصالة نصري من مواليد 15 مايو 69، مغنية سورية تعد واحدة من أكثر المغنيات العربية شهرة. استطاع نجمها من سن 4 سنوات، وإن كانت تغني في الإعلانات في من أشهر أعمال طفولتها غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية، وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية. أول من اكتشفها والدها مصطفى نصري اللي كان مغني مشهور في الفترة هيكي، دلمت على يديه. من الأوائل اللي غنت باللهجة الخليجية ولقبت بتاج الأغنية الخليجية في 2008، كما تعاملت مع كبار الشعراء والملحنين العرب منهم محمد رحيم، وائل هلال، خالد البكري، وتحصلت على عديد الجوائز، منها جائزة أفضل فنانة في دبي 94، جائزة أوسكار الشرق الأوسط الفارس الذهبي 95، جائزة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزة 97، وآخرهم في السعودية جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى 2022. كانت لها أيضا تجربة إعلامية في 2011، حيث قدمت برنامج تلفزي سولا، وهو برنامج حواري فني تم عرضه على عديد القنوات وأنجت منه عدة مواسم. شاركت كذلك في لجنة تحكيم برنامج سعودي على MBC1. تميزت بنبرة صوتها القوية وإحساسها المرهف، ونالت أغلب أغانيها أعجاب الجماهير، منهم شخصية عنيدة بنت أكابر غلبان وشكرا. غلبان هذه زادة ضربت لها المدة الأخيرة. شكرا ليك وأسفة، عندها يسر حاجة حلوين. أمل بن سليمان اختارت أغنية تمثل كل مرأة، الأغنية هذه مهداة لنساء تونس اللي يسمعوا فينا الكل. شكرا لكم على الاستماع، هذه الأغنية لكم بصوت أصالة.